النهارده خسوف القمر من على المقطم؟ عشان اول مره اشوف لونر إكليبس. ليه اول مره تشوفيه؟ اول مره اشوف، جه قبل كده حاجات عن القمر وهيبقى بينك وهيبقى احمر وبتاع، ما شفتش حاجه. انا عاوز اعرف من حضرتك الوقت الاعدادات الكاميرا هنا اخذ من سيادتك قد ايه؟ دقيقه واحده ظبطت فيها السيتنجز بتاعتك. تمام. معلش، هو في سؤال الناس هتساله لما تتفرج على الفيديو ده، طب هو مستفيد ايه ان هو يعني يعمل كده او يصور القمر ساعه الخسوف؟ يعني دي لحظه ما بتتكررش كتير، تقريبا مش هتحرك في عمر الواحد غير مره، فلازم تتسجل. تمام، بس كده. اه انا بسجل. ايه اهميه ان انت تصور خسوف القمر من على المقطم النهارده؟ طيب، هو مبدئيا انا مش مصور، انا حاوي، لكن مبسوط ان الناس كلها مهتمه بحدث زي ده، زي ما كل الدنيا بتبقى مهتمه، وده بيدل على وعي الشعب واحساسه بالجمال. اهميته ان ده حدث ما بيحصلش كل يوم، وان احنا بنحاول نصوره، ودي فرصه لاي حد هاوي تصوير انه يستعمل عدساته علشان يعرف يجيب اكبر تفاصيل ممكنه لشكل الخسوف والفينومينا دي. قولي لي، ليه حضرتك جاي النهارده تتفرجي على خسوف القمر؟ علشان اشوف القمر. نعم، يعني عايزه افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، قلت اجي مع الناس اشوف ايه اللي بيحصل. تمام، لقيت حاجه لطيفه جدا. احنا هنا النهارده علشان نشوف الظاهره الكونيه الرهيبه بتاعت خسوف القمر، وبصراحه يعني انا مش جاي عشان القمر، انا جاي عشان الناس. قولي لي، ايه راي حضرتك النهارده في خسوف القمر؟ زي القمر. يعني حضرتك نزلت من بيتكو وخبطت مشوار لغايه المقطم، كل ده عشان تشوفي خسوف القمر؟ اما الواحد اما طبعا، وعشان اقابل اصحابي. حضرتك ليه جاي النهارده تحضري خسوف القمر هنا على المقطم؟ والله انا بنتي اصلا تخصص اداب جغرافي، فهي اللي مهتميه قوي بالفلك والزلازل والبراكين والحاجات دي. تمام، الحاجات الطبيعيه يعني. تمام، الف شكر لحضرتك. نصور مع بنت سيادتك بقى، اتفضلي يا فندم. بالنسبه لك انت طالبه في اداب جغرافيا، بالنسبه لك خسوف القمر ده معناه ايه؟ لا، هو انا مهتمه بالظواهر دي عامه، ان احنا لازم نهتم بالظواهر اللي بتحصل كل فتره كبيره، يعني ده بيحصل كل 100 سنه، فانا كان لازم ان انا اشوف حاجه زي كده. ان انا بعد تخصصي، بعيدا عن تخصصي انا مسافه، بس هو بشكل عام لازم ابقى عارفه الكلام ده كله، عشان انا جغرافيا المفروض ابقى عارفه كل حاجه لها علاقه بالظواهر الكونيه عامه بشكل عام. والله يا فندم، الخسوف ده من الحاجات الجميله فعلا، والاحداث الفلكيه الواحد بيتمنى ان هو يشوفها. انا اول مره اشوف خسوف بصراحه، النهارده اتوجدت مخصوص عشان الخسوف ده، اطول خسوف حصل من 80 سنه او من 100 سنه تقريبا. مبسوط انك شفت الخسوف؟ طبعا يا فندم، دي حاجه تبسط اي حد وتبسط الناس كلها، حاجه جميله ومنظر جميل بصراحه، الواحد كان يتمنى يشوفه من زمان، فانا كنت يا ريت شفت الخسوف من زمان مش من دلوقتي. انا اول مره في حياتي اشوف خسوف بصراحه. على حسب ما سمعنا جينا نتفرج على الظاهره، ان هي ظاهره مذكوره في القران، وجينا نشوفها على الطبيعه ونذكر ربنا ونستغفره ونتقرب من ربنا في لحظه زي دي. تمام، حضرتك دعيتي لربنا قلتي ايه؟ قلت استغفرك يا ربي واتوب اليك. في دعاء معين مش حافظاه بس قريته من على الموبايل، وقلت الحمد لله، وقريت قران الحمد لله. الحمد لله، وربنا يستجيب ويتقبل وينجي بلادنا يا رب، وينجينا ويجعله في ميزان حسناتنا. لونر اكليبس دي ظاهره كونيه ما بتحصلش كتير، واي ثينك كل 83 سنه حسب ما انا قريت، يعني الظاهره دي بتحصل بالمنظر ده، انها تتشاف هنا في مصر ما حصلتش من 80 سنه مثلا او حاجه، ده حسب ما انا فاهمه. هي وكاس العالم. هي وكاس العالم. انا حضرت كذا ظاهره كونيه للقمر وللشمس، بس حاجات جزئيه مش كليه. ان احنا نبقى في المقطم وان احنا نصور ده، والفكره بالنسبه لي انا مايلي ان احنا مع بعض يعني اصحاب. خش يا نرمين.